اهلا بيكم طلاب الصف الرابع. هنحل مع بعض واجب الدرس التاني، التراث الثقافي. يسمى عيد حصاد التمور والزيتون في واحد سيوة باسم يوم الحصاد، عيد الربيع، عيد السياحة، عيد الشعب. خدناه عيد السياحة عشان بيجي فيه سياح كتير. يحتفل سكان النوبة يوم كام من كل عام باليوم العالمي للنوبة؟ 7 أكتوبر، 7 يوليو، 25 يناير، 25 ديسمبر، 7 يوليو. تم إنشاء متحف السيرة الهلالية في محافظة أسوان ولا القاهرة ولا قنا ولا الأقصر؟ محافظة قنا. من مدن القناة؟ اسكندرية، اسماعيلية، دمياط ولا كل ما سبق؟ مش أول ما نشوف كل ما سبق نختارها، لا، هي الإجابة الإسماعيلية، اللي بيعملوا فيها مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية. توجد لوحة مرسومة لحورس وهو يعلم إمام حطب الثالث فن التحطيب في معبد أبو سمبل ولا دندرة ولا الكرنك ولا الرامسيوم؟ خدناه كان معبد الكرنك. لوحة مرسومة على الحيطة بتاعت معبد الكرنك مرسوم فيها الإله حورس وهو بيعلم الملك إمام حطب الثالث فن اسمه فن التحطيب. في أي المحافظات توجد المعالم الآتية؟ متحف النوبة في أنهي محافظة؟ في أسوان. متحف السيرة الهلالية في أنهي محافظة؟ لسه قايلينه فوق، في قنا. معبد الكرنك في أنهي محافظة؟ الأقصر. الصفحة التانية. في أي المناطق يتم الاحتفال بهذه الفنون؟ الاحتفال بيوم حصاد التمور والزيتون ده أخدناه في منطقة واحد سيوة. الاحتفال بالتراث والأغاني النوبية في النوبة، مش محتاج من اسمها باين. إنشاد الأغاني المرتبطة بآلة السمسمية، قلنا ده كان في مهرجان الإسماعيلية عند مدن القناة اللي كمان عندهم رقصة البنبوطة. إنشاد السيرة الهلالية ده في صعيد مصر. بما تفسر أطلق على يوم حصاد التمور والزيتون بعيد السياحة؟ قلنا سياحة يعني سياح، يبقى هنقول لأنه يجذب السياح. أهمية التراث المصري. التراث المصري اللي احنا اتكلمنا عليه ده أخدنا أهمية في آخر حتة في الدرس، اللي هو دوره في دعم الاقتصاد. قلنا تنشيط السياح عشان في سياح بيجوا يتفرجوا على الاحتفالات دي. تاني حاجة توفير فرص العمل. تالت حاجة زيادة الدخل القومي. كل الاحتفالات دي اللي بيجي لها السياح دول بيدفعوا فلوس، فاحنا الدخل القومي ده يعني الفلوس. صح وغلط. الاسكندرية من مدن القناة؟ لا، هي الإسماعيلية. يساهم التراث المصري في تنشيط السياحة، مش سائلينها فوق. صح. تشتهر القاهرة بإنشاد السيرة الهلالية؟ لا، مش القاهرة، صعيد مصر. أنشأت منظمة اليونسكو متحف النوبة في محافظة قنا؟ صح، كان سنة 2015. تنتشر آلة السمسمية بكثرة في مدن القناة؟ صح، هي كمان ورقصة البنبوطة.